شيلو قانيب اجا سحابة كويس مو ياكم اخواني الاعزاء رحلة صيد جديدة انا والعم ابو محمود والخال حسين اجينا والله في صياد في لاصح بالارض هنيك وصلنا لعند المي اخواني اليوم جايين نرتكب مجزرة انا والشباب طيبين جايين نصيد جري وصازان اليوم تحت ال 15 جري ما نقبل باذن الله وشي 30 سلحفات راح نصيد كمان اكيد اتمنى تستمتعوا معنا بالرحلة وتحياتنا لكم هاي اخواني عم ابو محمود انطلق يحجز له محل وصلنا عند المي محلنا النقطة اللي جينا المرة الماضية اخواني متفائلين كثير اليوم المرة الماضية صدنا صيد طيب هون مع انه جينا متأخرين اذا مثل ما شفتن بالرحلة الماضية هاي سمينا بالله رح ننزل اغراضنا اخواني شوفت عينكن جينا قاعدين نفس المحل تبع المرة الماضية زبطت الخمس سنارات وكلابين راح اكب سبعة اليوم بركي هون كثير حلو اليوم المرة الماضية ذاتا كنا قاعدين نفس المكان راح افرجيكم الطعم قبل ما اكبن اخواني فشي ابرتين شفت عينكن هذا السيستم جربوه بصيد الجري راح تدعولي مصارين دجاج اخواني شوفوا دبان اخضر جاء عليهم شوفوا رائحتهم تبقى باليدين سبعة ايام بس ايش السيقل بدي اجرب شوفوا السيستم رصاصة 100 جرام اخواني وحطيت ابرتين والله ريحتهم بحبها كتير يا وروحي تروح من ريحتهم بس اضطريت حطيت ايش بدي اعمل شوفوا لي الحلاوة هاي اخواني هذا السيستم السحاب الجريتين عليه اخواني بالمرة الماضية اخوي سألوني قالوا فرجينا السيستم عن قريب هذا السيستم اخواني شوفت عينكن السنارة الرابعة سيستم بهالشكل هذا اخواني حطيت في الشي ورصاصة طبعا بدنا نكبل الصازان كمان اخواني هدول بس للجري انا كابب باعتبار المرة الماضية صدنا جري اكثر شي شوفون كمان اخواني ابرة رصاصة ابرة في الشي خمس سنارات بالشكل هذا الكلابين عندي كمان عملت سيستم بالطوافات اخواني كمان صيد الجري كمان جربوه راح تصيدوا عليه مطلقا طوافة اخواني رصاصة صغيرة وصلة هون في وصلة كمان وصلة وصلتين مو مشكلة بس الخيط قوي بيتحمل رصاصة صغيرة هون مشان تنزل الطعم هاي بدها تطوف الطعم على المي هاي بتخلي الطعم ينزل اخواني حطيت هون كمان مصارين دجاج بالسيستم الثاني طوافة رصاصة 40 رصاصة صغيرة هون كمان عقدة وصلة عفوا وفشة هدول هن سبع كلاليب راح اكبهم اليوم معي درة ومعي كسبة كمان طبعا راح اكب على الكسبة كمان بس بالليل هلا سمينا بالله تعالوا معي بدنا نكب السنارات حياكم اخواني مع غروب الشمس راح نكب الكلاليب بسم الله يترزاق يا رب هذا الطعم حركة المي نحو اليمين اخواني فبلشت اول سنارة من طرف اليمين مشان خيطاني لا ياخذوا على بعض هاي السنارة يهون مبدئيا راح اكب بس للجري اخواني الصازان بعد شوي جايين قرب شوي عمو ابو محمود معلش جماعة احفظوا مكانة تاني سنارة من طرف اليمين
هاي احفظوا لي علموا عليها ها، تسحب جرية مرتبة هاي. لا عفوا مو مكان هديك، علموا مكان هاي، فكرت استم ابو برتين راح من بالي، علموا مكان هاي ثالث وحده يا اخواني. سيستم غير شكل. خرب شوي ثاني. بسم الله. يا سلام يا سلام. اليوم طبعا اخواني ناويين نرتكب مجزرة باذن الله، مجزرة راح نرتكب. شوفوا لي هالسنارة اخواني، هاي فيها مصالين دجاج، هاي بمجرد ما تصل على المي جري راح يجيها من كيلو متر، راح يجيها على الريحة اللي نتنقل فيها. سناراتي والوطيوم كلياتهم ممتازين ما شاء الله، كلياتهم يعني يبشروا بخير. بس شوي هالإبرة شوي نفها تمام. بس تغرب الشمس اخواني شوفوا الضرب. خمس سنارات صاروا تمام اخواني. هلا تعالوا معي بدنا نكب كلابين اللي فيهم فواشات اخواني. سيستم الفواشات بالشكل هذا، شوفوا فواشة رصاصة صغيرة وصلة. طبعا هالفواشة تجي بتقالب نفس الوقت، هاي تجي تقيلة اخواني مشان تروح لبعيد شوي جو هواء، يفضل ترموها يعني اوقات ما يكون فيها بصراحة. بس انا نكب الثاني. السيستم الثاني اخواني فيه فواشة خفيفة، فلذلك حطيت تحت الفواشة رصاصة 40 جرام، عرفت علي؟ هالشكل هذا. هلا اذا سحب سمك رح افرجيك من السيستم. حياكم اخواني، معداتي صاروا تمام، هلا تنكب معدات عمي ابو محمود. اخواني هلا صار دور معدات عمي ابو محمود. شوفوا لي هالسيستم الرائع هذا، البارحه انا شديته لعمو ابو محمود، طلعوا ايش يصيد وما يصيد عليه اليوم اخواني. شوفوا رصاصه 50، شوفوا لي ابرتين اخواني، شوي ما عم بيبين واضح. شوفوا اخواني عملت عقده هون وهون كمان عقده، فتحت هيك ابرتين، وحده قصيره وحده طويله. هلا قبل ما نكب كمان بدي افرجيك هالسيستم الحلو، وشوفوا لي ايش شغل راح يشتغل. وبالسناره الثانيه عمي ابو محمود كمان رصاصه 50 اخواني، والطعم
فشي. هلا بدنا نكبن هنيك على يسار الخال حسين هنيك. قاعد بيحط مصارين هلا عمو محمود. شلون ريحة المصارين ابو محمود؟ ولا أكثر منا يا. وكم مرة قلت لك هالعطر لا تحطوا يا ابو محمود؟ يعني نص ساعة تاني بدو يبلش النقر اخواني. هلا شوف بإذن الله نص ساعة بس، ها مو أكثر. هاي الإبرة اللي حطها على السيستم عمو محمود يا جماعة تقدروا تصيدوا أسماك قرش فيها. عمو محمود فرجي السيستم للشباب، للرصاصة والإبرتين. شوفوا إخواني هذا السيستم، شوفوا إبرة قصيرة إبرة طويلة رصاصة، أقسم بالله سيستم شيء رائع أكثر من رائع. هلا شوفوا شوفوا إيش تنصيد وما تصيد فيه إخواني. هاي خالو حسين قاعد على يسارنا. المرة الماضية هون الصياد الكبير خالو حسين صاد أحلى جريات هون بنفس الزاوية قاعد تبعه. إن شاء الله الله هيك اليوم كمان نشوف سنارات خالو حسين ما يوقفوا مثل المرة الماضية إن شاء الله. والله كان نرقد وراهم بالزور كان نلحقهم. هاي سناراتي إخواني اليوم جيران أنا وخالو حسين. هاي خمس سنارات وكلابين على اليمين. أم أبو محمود جاري جيراننا من اليمين ومن اليسار، محاصرنا اليوم أبو محمود. قاعدة حلوة. هذا هو. هاي أول نقرة إخواني. السن. يلا يا رب. يلا يا رب. يلا. يلا كمل. يلا كمل. أبو عبير جهز الفيديو. جاهز التصوير ابو محمود. اخواني انا بدي اقعد عند السناره مشان في حال بلع الطعم انتر السناره تعلق منيح. يلا يلا انا قلنا لك باذن الله بس تعدنا من الدنيا بده يبلش الصيد والجري بده يقرب. هذا ابو محمود بده يكب كلابين على يميني هلا اخواني. تعالوا نشوف ابو محمود ايش تسوي. اخواني كلابين تبع عمو ابو محمود اليوم انا عمو ابو محمود مع بعض نصيد اخواني، يعني كبس سناراتنا مع بعض ونجهز طعم مع بعض بالصيد شراكه، عرفتن علي؟ شوفوا اخواني بالشكل هذا رصاصه وشبر وابره، تتركوا شغله شبر شبر وشوي مسافه بينه. سمينا بالله كفي ما كبيناه بعيد اخواني، هلا بده يقرب الجري. طبعا هذا الخيط والفواشه تبعي كثير قريبين راحوا على بعض اخواني بس ما يسر. احلى من هيك زبده ايش بدك ابو محمود؟ عم ينقرب محمود. اخواني انتهينا من زت السنارات، انا زتيت خمس سنارات وكلابين، اما ابو محمود زت اربع كلاليب وسنارتين، وخالد حسين كب ثلاث سنارات وكلابين. يعني اذا تجمعون كلياتهم تقدروا تقولوا كبينا 18 كلاب وسناره. شوفوا بركتنا ما احلاها اخواني. اما ابو محمود يكون اجيب 50 خرقه اخواني راح يقعد على الارض. هاي سناراتنا هون، كلاليب في هون كمان على هالطرف البركه ولا احلى من هيك. تعالوا هلا نقعد اخواني ونستنى السمك ياكل الطعم. هاي الاجواء اخواني. هالبراد تبعنا الطبخ هون، فواكه وشويه مشروبات بارده. الشباب الطيبه قاعدين عم يسترجعوا ايام الصيبه. والله من رجالك خيوف.
يكات باع لشوقي او على شوقي رونش كل ابي يقول فردان يلو ومن ابو انا بتشي ما قد له عبد السلام جير اشران من علي شوقي يكبر يعرف يعرف قعود عود عود لا بوقف يا شباب عم بيحكوا على العالم الشباب هذا ربي علي شوقي دوينة في المانيا نعم دوري مني هلا يا شباب بكره ننزلها على اليوتيوب راح يتقاتلوا هن والعالم بالله اي والله من قالها خلكيت كن خالو حسين والله مبعثا ايام يا اخوي صيدرت نولو اما فيديو باب جنسر انترنت دورا بخلكيرا شرناك نا يا اخي نام شرناك ما شلون تزمت ابو محمود اخواني شوفوا ماركه يا ها ايه ماركه المانيه من المانيا اجتوا اخواني هاي المواد الخام جاي من كندا وتصنيع بالمانيا ايش تشربوا شباب ليمون توت ابو محمود زهورات يلا زهورات زهورات على اطيب خال الوان بنهرن لا باشر باشر نجم مدينه اشترى البي ما زينه باشر ياو دراني اخواب محمود انت نضرب بوحدي ليمون والله هاي الفلينة يا جماعة بالبرية تسوى بتخلع ذهب شوف نجيبوا مشروبات كان ما منحرم لا مشروبات باردة يا سلام شوفوا التربيعة يا شباب تيجلو فكا محمود مشروع بكر ما بنسى ها بنسى شو اشترى دراج كنا ابو محمود يفتحها بسنانه يا شباب اي والله محمود بخير ميتينك اي والله عمر يا حلو حياكم غوالي اول نقرة اين هذا هذا يا قرب ابو محمود قرب شو هذا تقيل كان ابو محمود يا تقيل يا ما جاء علق اخواني بدي ارخيله بخير خليه يتحرك خيط قويبة يلا قويبة ما عم يتزحزح يا ايوه لا يكون رفشة محمود جرو قوي انت وكيفك شلون بدك تسوي ما فيه سمكة؟ لا لو لا ولا فاضي وي فاضي وي كان فيه؟ أول ما سحبته كان تقيل واه والله سحبة سمكة كانت يا لا والله مو فيه شلون مو فيه يا وهالنقر كله مو فيه ويا فاضي وي فاضي عم يجي ما خليت نكمل ويا ها هي راسها برا طالع الله يتقبل ابو محمود عم تتوضا
تعبينا هي كمان المي. ليش؟ لا ما محمود علق بالوحل يا جماعة. جربوا يا اخي لابس اب محمود جزمتك نمرة 49 يا والله اجتك بعرف 42 41 هو يمشي اخواني جزمة القت بالوحل وكمل مشي بلا جزمة. الحمد لله على السلامة يا ابو محمود. هاي تسحبي والدي اسحب. هاي سناراتنا محمود عم بيتوضا اخواني. هالمرة علق. هالمرة علق. تعال صور ابو محمود ده تعال. ايه 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 قاتل. تعال رقد فيها ودي رقد تعال. علقت هالمرة علقت. سكت اسحبه كوا فيها ودي. قرب ايش تسوي فيديو؟ فاضي؟ يا اخي هاي برتك والله فيها شيء. تعال شكلي هيك عمار. اخواني ها عمي ابو محمود شكلي هيك تنعمل له عملية جراحية. ايوه كالبري برا يا ابو محمود. طلعت ها كوا طلعت. هاي عملنا له عملية جراحية اخواني. نحرامي. أم محمود آخر. إخواني اليوم نقر كتير قوي، نقر عجيب وغريب وعم بيسحبوا كمان وما عم بيعلقوا. والله ما بعرف. إخواني بنصير نقولها. إخواني نقر كتير قوي. هلا عندنا خضرة مشكلة ومقلوبة. شد ليم شو برنجاتها؟ مع عصير تنشرب معه. شد ليم شو برنجاتها؟ غريب. الشباب جاعوا من كتر الصيد. السمك عم بينقر نقر قوي اخواني ما عم بيعلق اليوم. في مشكله بس وين المشكله ما حدا فهمان. الله اعلم. جري كثير كبير عم بينقر وبرنا صغار ما بعرف. والله حجمه حلو ما شاء الله. قرب عليه يا ابو محمود قرب وقت ما تطير. ما شاء الله ما شاء الله 5 كيلو. اوه يا سلام يا سلام يا سلام على الحب. نفس هذيك الكلامو؟ لا لا هاي اللي جبناها من هونيك مو؟ جبناها من هونيك هنا. والله سمينه يا ابو محمود حلوه ما شاء الله. اخواني الحمد لله رب العالمين ضرب من لما جينا ما وقف اخواني. هاي اول سحبه. اوسخ ايدي يا ابو محمود. يوسخ عمار اعطيك البانسة؟ ما يلزم. تعال صورها للشباب من قريب. اول برغش كنا ياو خلي ياكلنا خلي يصير صيد خلي ياكلنا ما فيش. ما شاء الله فوق الخمسة والله. عاشو 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 برغش كنا ياو اخواني الاعزاء. نمبر 1 اربع ساعات يضرب وما عم بيعلق. علقت فوق الخمسة ما شاء الله. شوفوا يلا الحمد لله. هلا نجدد الطعوم اخواني. سمينا بالله. سحبها كويس مو؟ سحبها نفر.
اخواني هلا كبيتوه. شيلو امسك ابن ايدك لا تحطها قدام الهاتف. فيوي اقرب 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 كويس صورني كويس ابو احمد لو فيديو ثاني قبل شوي ما صار. ها بس على بس على وجهي يا ابو محمود خليني يوضح. كواني بيجا بلعت بلعت بخايف صغيره يا لام لا صغيره يا لا كويس كويس. هلا اخواني هلا كبيتوها هذا كثير صغير ولا هذا ثاني جري اخواني بس تعرف انت حنطو هاي الابرة بدها فانسة ولا بلا يا بدها فانسة اضبط خلقي اخواني هاي ثاني جري الحمد لله والله صغير كان بس لحمه طيب هذا. ها اخواني يا الله ايش صار بخيطنا لخاطر خاطر الله الصيد بلش خالو حسين راح نام يا شباب يورك يلا الحمد لله الحمد لله من دام ضرب صغير تضرب كبير كمان. هلا الكلاليب شايف لك الصيد احسن من السنارات ابو محمود والله. اي والله من هيك شايف. ها؟ والله سناراتنا عم يضربوا ما عم بيعلق سمك، الكلاب شلون؟ ياو طلع ايش حلو ياو. ياو 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 ياو. اين جريتنا ضيعناها لا؟ لا معلقة تجي. ما بغى اعرف الجرية بعد. يعني هيك يعني. علق ما سحب سحبة منيحة والله بس لبين ما فتحنا الكاميرا و... علقوا ليش هيك يا ابو محمود هاي ثاني مرة يصير هيك معنا اليوم ها؟ لازم تجروا فورا لا تعطيهم مجال. اي والله اخواني الساعة الثالثة بعدها منتصف الليل العم ابو محمود اشتاع على شي بارد ايش تشرب ابو محمود؟ هاي عصير برتقال بموكو لعب ابو محمود؟ يا الله يسلموك هلا هلا ابو حسين والله بوزي بوز يا جماعة قسما بالله اي والله عشت عمي ابو محمود يا اخوي السكينة تبع عمي ابو محمود بتاع كله يا اخواني للطبخ للفشة للبصارين للمفتاح كازوز تبع كل شيء عسكرية دبر حالك ورق ابو محمود رق العالم ما يعرفون دنيا بوزي وابو محمود مو باردة بربك شو مو بردي ولا كيفنا في الحافظة ياو ياو ايش شقيت ابو عبير ايش صاري يا اخي قلت لي برفسة تبعتي الله خيو صاري يا جماعة شوفوا انا وخال حسين مو لابسين شيء امي ابو محمود لبس جاكيته بالشتاء ما كان يلبس جاكيته ياو خال حسين يعلق عليه يقول ايش هالجاكيت يا رجعتنا الايام الشتويه احلى اكله فيها اخواني هاي عمي مسكنا جريه صغيره بدنا نرجع على المي اخواني عمي ابو محمود الجماهير ينتظروك ترجع على المي تفضل
احلى اكلي فيها. رجع لا خلص توكل على الله. معلش اخواني الاحجام الصغيرين رجعها على المي اخواني حرام. عم محمود مو من قلبه راح يرجع اخواني بس معلش. عم يسبني دعم يا محمود مشان نجدد كلاليبنا قربان. فيدا ابو عبير ما فيدا فيدا ابو اربع كلاب ها كبعت خالو حسين مشان تجي تعلق بكلاليبه. هاي نحن نايمين ضربت اخواني. هاي عمي ابو محمود ابو قلب كبير. بوسه بوسه ابو محمود قبل ما ترجعها. بوسه بوسه ابو محمود. راحت؟ لا والله ما راحت. منكو رجع عمو محمود اخواني مو من قلبه زي بس معلش. استفتاحية الصباح اخواني هلا جددناها. عمي ابو محمودنا ترى طبعا ها شوف ابو محمود رجعت الصغيرة ضرب الكبار ها. يا اولاد قول لي علقت. ايوه كان نسحب فيها و فيها كانت؟ ايه بس يعطيهم مجال واحد علقت علقانة كانت تجي بسهولة اسحبها قوي. يا عمان اقوله يا اخي والله بس كانت تجي بندايد بني حياة قبل ساكنة نولو فلتي فلتي نا فاتي نا ولا فلتي جيشكا تي نا ولا جي فلتي والله خالو حسين صبناه سحب سمكة كبيرة وفلتت او ضربة ما اسيبو خالها مظنبو مظنبو نولو الروفي اخذتنا والله بين روفيبو روفيبو يلا بجددين خال بجددين خمناك ناسيبي ما انا ما عم شبكه علقت نفس المسألة. اوهو نفسها مسألة اما نورو يروح خلص اذا ما انقطع كويس اصفي طفي انت يا رب والله 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 ما سي ما شاء الله. طب محمود تورفر تورفر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عفا خالي محسن جيك شان ديها هاي السمكة رقم 4 اليوم. هاي خالو حسين هلا سحبها اخواني من قلب الحدث. وشو كاي وقت يدير كوها على اخر نكشة الحمد لله سعد خوش خالو حسين. خالو حسين طالع لألمانيا اليوم اخواني هاي رح تضلوا ذكرى هالفيديو. نقر نقر قوي هذا الكلاب قبل شوي جينا له مع الجري اكل الطعم وتركه ما سحب اللي ركب شارع مو منيحه والله. دا
هذا بشرك بشاره مو خوش بشاره. هذا اول كلابك كانه علقه سلاح فيه. عم يتعلى وينزل شوي شوي يا ابو محمود بلا صوت. هلا تنطلع عليه اخواني صيد اليوم. مسكيك هات السلحفات رقم 21 اليوم. والله محظوظ انت اكواد طلعت تبرتك بسرعة محمود. حياكم اخواني اول صازان برحلة اليوم. شباب عمو محمود عم يطلب المساعدة مني. السمكة كبيرة صاد. قال جيت تساعدك ابو محمود روح جخ. يا شباب. يا شباب جزمة عمي ابو محمود. قد بلكي عم ينقر جزمة عمي ابو محمود نمرة 99. هيك وقف هاي خيط كان ايش كان ولا مو خيط كان؟ اسحب انت اسحب. والله اسحب وهيك سحبة كل شيء. اسحب هلا هلا تنصيد تنصيد. اي يا محمود اذا ما يضرب سلحفات بايش تتونس؟ فانشتنا في جيبنا نحطها في الشنطه كل دقيقه سحلفه كل دقيقه سحلفه كل دقيقه سحلفه من عم اختني نعم ما بقي يخلصوا. اي ابو محمود بالدور انت وخالو حسين مره هو يسحب مره انت تسحب. اي خالد حسين خلص انسحب. اي ما تنسحب انت ابو محمود والله ضاينت كثير هالمره. اخواني رحلتنا وشكت على الانتهاء. دول هن الاسماك اللي صدناهم اليوم. هاي السمكه صادها خالو حسين. تمام فرجينا الجريه الكبيره عمي ابو محمود. مو تطلع طلعت عم تصور معه ومسكنا سمكة صازان اخواني. هاي اكبر سمكة سحبناها اليوم. فرجيها للشباب ابو محمود. اخواني هاي اكبر سمكة. انا اتوقع وزنها 5 بحدود 5. ايش قد تتوقع وزنها ابو محمود؟ يعني فيها شيء 5. اخواني لحد هون انتهت رحلة اليوم. اتمنى تكون استمتعتوا معنا بالرحلة يا اخواني. هاي اكبر سمكة جري سحبناها اليوم. وزنها شغلت 5 كيلوات. تانيين احجاما ما كانت كبيرة بصراحة. ضربوا كتير معنا بالليل بس ما علق. حظ اوفر لنا ان شاء الله بالتوفيق والرحلات القادمة. دمتم في امان الله اخواني ونشوفكم بالرحلات القادمة والى اللقاء.